المهر المؤخر مش حبر على ورق، ده ليه احكام وليه ضوابط لازم نعرفها علشان ما نكونش من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد راجب، فيديو جديد. اول حاجه، المؤخر اللي بنكتبه كمؤخر بنكتب 50,000 جنيه مؤخر، ده دين تستحق الزوجه في عرف مصر دلوقتي، تستحق الزوجه بالفراق. لو الزوج مات او طلق يبقى من حق الزوجه تاخد المؤخر ده، فمش حبر على ورق او يلا اكتب اي حاجة، لا ده ليه احكام. اول حكم ان يستحب للزوج انه لو قادر، هو مش واجب عليه. شوف، في ناس بتسأل السؤال ده، انا دلوقتي معايا 50,000 جنيه وزوجتي بتطالب بيه، ادهولها على سبيل الاستحباب الاحسن، لكن مش على الفرض، لان العرف ان انا بكتب مؤخر عشان لما يحصل طلاق او وفاة اللي هو الفراق ابقى اديك الفلوس. انت من كرم اخلاقك اديتها المبلغ 50,000 جنيه، ماشي، انما كالزام مش بنلزمك، لكن على سبيل الافضليه والاحسن. اتنين، اذا توفيت الزوجه، ماتت الزوجه قبل ما نقسم تركتها بنضيف ال 50,000 جنيه المهر المؤخر من الزوج، نقول له يلا يا زوج خلاص حصل فراق، اديها المهر بعد ما ماتت، يعني في تركتها، وبعد ما نحط المهر في التركه بتاعتها بنقسم التركه دي. طبعا كتير من الناس ما بيعملش هذا الامر. تلاتة، لو توفي الزوج بعد ما مات الزوج، قبل ما نقسم تركة الزوج ندي للزوجة، نقول لحضرتك ليك 50,000 جنيه قبل ما نقسم أي حاجة، ده حقك الصافي، وبعد كده نقسم تركته واللي هي برضو الزوجة ليها نصيب من التركة بتاعته، لكن الأول تاخد نصيبها في المهر المؤخر. فيا أخوانا ركزوا في أحكام، لو احنا بنعامل ربنا في كل حاجة، ركزوا في أحكام المهر المؤخر، ده مش حبر على ورق، دي امور لها ضوابط وليها احكام. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت واشتراك في القناه. اشوفكم المره الجايه، والسلام عليكم.